مشاهدي قناة الام بي، واهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كل الرياضة. بسرني بهذه الحلقة اليوم ان استضيف نادي النجمي ممثلا بامين عام فريق النجمي ونادي النجمي او عام وامين عام النجموين، صح تعبير، استاذ سعد الدين عتاني. اهلا وسهلا فيك ببرنامج كل الرياضة وعبر الام بي. اهلا فيك، نحن بنشكرك على استضافتكم لنا. اهلا وسهلا. ايضا راح يكون ضيفنا الى جانب الاستاذ سعد الدين عتاني اللاعب الموهوب والمحبوب كابتن محمد جعفر. اهلا وسهلا فيك ايضا. يعني اليوم حلقه نجمويه 100% بامتياز. استاذ سعد، ما نبدا معك، اول شيء بنقول لك مبروك امبارح، تاهلتوا الى نهائي كاس لبنان، صدارتكم للبطوله. اوضاع النجم اليوم اداريا، الكل بالتاكيد كل المشاهدين اللي عم يتابعونا، ومنحييهم كل اللي عم يتابعونا ايضا على الفيسبوك، رح نمرر اسئلتهم. اليوم انت بصحة التعبير امين عام النجمويين، قديش هذا المسؤوليه الكبيره على عاتقكم اليوم؟ طبيعة الحال نادي النجمي نادي بحجم نادي النجمي مسؤولية كبيرة. نحن بنتشرف ان نكون بالنتيجة، ما بهمنا الألقاب طبعا، هذا شرف كبير لإلي، بس مهم لو حد كان على الترب نادي النجمي هذا شرف لإلي. نعم صحيح. نادي النجمي بيستحق انه كتير انه ينخدم، ان كان واحد، ان كان امين عام ولا ان كان ما كان امين عام. نعم. خصوصا نادي النجمي له مميزه خاصه ينفرد بها عن جميع الانديه الثانيه. هلا مشان المباركه تبعت المباراه امبارح، بتعرف مبارك لكل النجمويين، وبتعرف مباريات الكاس تختلف عن مباريات الدوري، يعني ما في عندك ام تخسر ام تربح، تعادل ما في. نعم. وان شاء الله بيكون اللقب بالفاينل بيكون بالنصيب النجمي. ان شاء الله. روح لعندك كابتن محمد، يعني مبروك امبارح، مباراه كانت شوي قاسيه ايضا بالشوط الثاني، وراح نمر خلال الحلقه الى مداخله ايضا سريعه مع مدير نادي فريق شباب الساحل الاستاذ حسين فاضل. بنقول لك مبروك كابتن محمد، بارك فيك واهلا وسهلا فيك مره جديده، ومنهنيك على الاداء باسم كل الجمهور اللبناني مش بس النجمال. محمد اليوم النجمي بالصداره وانتم بنهائي الكاس، شو بتحب تقول هيك؟ بتوعد بالدوبلاي؟ أكيد. أول شيء مبروك لكل النجمويين، لكل اللاعبين، يعطيهم ألف عافية. هيدي شغلة كتير منيحة أنه وصلنا على الفينال كأس. بعد تعب صرنا حوالي 5-6 أشهر عم نتعب لنوصل لهون، وإن شاء الله نحرز الكأس مثل ما إن شاء الله بعد عنا ماتشين لبطولة. مع مين بتفضل يكون النهائي الكأس، أنصار ولا صفا؟ بصراحة قادرين على اثنين. نعم. كابتن محمد بالتاكيد رح نروح لك، نرجع بعد شوي كمان لسؤال اخر. استاذ سعد، اليوم مسيره النجمه مرت بعثرات يمكن قبل سنين، ايضا كان في بعض الامور اللي كان الجميع يعني يشكو منها. اليوم استقرار فينا نقول عنه فني، استقرار على صعيد الفريق، استقرار اداري، كيف الامور الاداريه عندكم؟ احنا بقدر اكد لك انه صرنا مدي نادي في استقرار اداري وفني. وهذا اللي عم ينعكس على طبيعه الحال اداء الفريق. ما معقوله بحلقه محلها يكون في ثغره ام في ضعف الا ما تنعكس على الفريق. صح. اليوم الواجهه هي الفريق. هلا طبيعه الحال احنا دائما بدنا نسعى للافضل. كنا نحن بهالموقع كمان نحن بدنا نسعى للافضل بتحسين موقعنا. وهلا بهمنا اكثر شيء نركز فيه، عندنا بطوله وفي عندنا استحقاقات رسميه. صح. وطبيعة الحال الشباب عملوا كتير جهد، وراهم جهاز فني كمان عمل جهد، لازم يتوج هالجهد بلقب أقل لقب، وإن شاء الله بكون الدوبلي. نعم. بكون هذه سابقة بتاريخ نادي النجمي. الشباب بيستقوا حقيقة، إذا نحن النتيجة خاضوا كل هالمعارك، بس بدنا النتيجة مثل لو بدنا نستعمل كلمة حرب، هي حرب رياضية. صح. ما بهمنا نكسب معارك، بهمنا ناخذ الحرب، نكسب الحرب، الحرب الرياضية مثل ما بيقولوا. إذا نحن بنطلع على مسيرة أفضل فريق قدم بالمجموع المباريات بعتقد من خلال النقاط بطريقة فنية حديثة، وتناول الطابة وشيء جديد شفناه من خلال الكرة اللبنانية بعد فترة طويلة، بعتقد الفريق بيستقر انه يكون بطل لبنان. بصراحة كنتوا تتوقعوا مع الكابتن موسى، نوجه له تحية أيضا كمدرب كالي، كنتوا تتوقعوا هيدي النتيجة ولا انه كانت الطموحات انه نرجع نبني فريق؟ لا أكيد. لا ليك في شغلة مهم، انه أنت تكون لك شخص لك ثقة فيه. نعم. بس الكابتن رضي انه يتحمل هالمسؤولية، كان هذا تحدي له ولنا. صحيح. هلا طبيعة الحال هي تجربة منا هينة،
انه خصوصا في نادي اسمه نادي النجمي. صحيح. واول سنه مش اي نادي بلبنان يعني. انه اول سنه مدير اجى استلم مهمه تدريب لنادي مثل نادي النجمي. الحقيقه بجلسه انا وياه كان في نحن بس تعين هو تعين مدرب على اساس كان في اتجاه انه نجيب مدير فني ويكسب منه خبره خلال سنه سنتين هو يستلم. بمرحله معينه شعرنا انه هو بيقدر ينجح وجلسه من جلسات انا وياه قال لي انا اعطيني التحدي وانا بتقبل التحدي. نعم. لقينا انه نحن كاداره عم نلمس انه في تطور هذا بخلاف انه كثير في ناس انه قبل الدوري عم يخسر الفريق. صح. هلا نحن بخبرتنا لانه ما كان نجم بخبرتنا لا شايفين انه في شيء رغم انه بتعرف انت بعد ميسي صار في انسجام بعد هو ما عنده كثير كيف بده يوصف اللاعبين انه نعم. بس بلش يبلور الفكره عنده واخذ هالتحدي نحن لقينا انه لا هو بيقدر يقوم بهالتحدي فمن نعم. طبيعه الحال تحمل هو المسؤوليه ونحن داعمين له ونجح ونجح وبعتقد باذن الله بده يفيله تعبه ويكون اول موسم بلش بعالم انه يدرب نادي النجمه واخذ الابواب الواسعه الابواب الواسعه طبعا هو بيفوت الا الاساطير يعني مثل موسى عجاج نعم كابتن محمد يمكن انت اكثر واحد فينا نحكي معه عن موسى عجاج اول شيء اخذت رقمه وموسى بخلال احدى المقابلات التلفزيونيه حكى عنك ايضا انك انت خليفته عندك قدرات تفوق موسى عجاج بعد هذا الكلام الكبير اللي قال عنك قديش بتحس كمان انت يضف اليه انك انت بعدك كمان لاعب صغير وبدك تأدي واجبك بارض الملعب وحامل هل هو عبء انك هالكلام الرقم 20 كل هالامور هذه كيف بتشوفها انت كلاعب صف لي احساسك للجمهور اللي بيحبك كمان اول شيء مسؤوليه كثير كبيره نعم الكابتن يعني انا ما بعرف كيف بقدر كافي على هاللي عمله يعني انه تعب طول السنين وعطاني امان كثير كبيره نعم. رقم 20 يعني صاروا من موسم 95 او 96 بارتداد الرقم نعم. عطاني امان كثير كبيره وان شاء الله انا حكون قد على قد هالمسؤوليه هو وثق فيه وان شاء الله حكون قد هالسؤال وثق فيه بس كابتن موسى قال كمان بالاضافه لقال محمد جعفر ولاعب يمتلك كل المواصفات بس حكى بمقابله قناه الجديد مع الاستاذ حسن شراره حكى الكابتن موسى انه محمد مستواه متذبذب اذا بيشتغل على بعض الامور شو هي الامور يلي نحن اليوم كنا عم نقول لك هالرساله هلا اكيد كل لاعب بيمر بمطبات هلا اللاعب الذكي بيطلع دغري من هالمطب نعم. وان شاء الله مع الكم ماتش الباقيين نطلع من هالمطبات اللي كنت فيها راضي على مستواك هذا الموسم الوقت يعني جيد الجمهور ونحن راضيين عنك تماما انت شو بتلاقي انه يعني الحمد لله فضل نعم. اللاعبين اكيد فضل ثقه الكابتن الكبير اللي ثقه فيه يعني بكل اللاعبين فضل مجهود اللاعبين اللي عم يساعدوني كمان كلنا ايد واحدة قميص الكابتن موسى زادتك مسؤولية ولا حملتك طاقة كبيرة؟ أكيد أول شغلة مسؤولية كثير كبيرة نعم إنه تفشل ورقم كان لأسطورة ومايسترو كبير مثل كابتن موسى تلبس رقم وتفشل نصيبة ما بتخلص جمهور النجم يعني عندك أكثر من شغلة بدك تحافظ عليها أكيد نعم بس الحمد لله ان شاء الله مثل ما انت شايف كل العالم شايف الجمهور ان شاء الله تكون عندنا السقف نحن نتمنى ايضا كمان محمد هون باسم كل المحبين لك انه هذا الامر ما بيجي الا بالعرق بالتاكيد سلمك قميصي كبيره وراح تيجي ان شاء الله بجهدك وبعرقك قد ما كان استاذ سعد اليوم الكابتن موسى عم نحكي عليه قاد الفريق لمرحله ولهلا انتم متصدرين البطوله كيف بتشوف حظوظ فريقكم هذه السنه بالبطوله هل معقول النجم يكمل ياخذ اللقب ام تلاقي الصفه ممكن ليك انا تأجيل المباريات نعم خلال تواصلي مع اللاعبين ومع الجهاز الفني لن يفرطوا بالبطوله في عندنا هدف ما عندنا هدف ثاني في عندنا البطوله بدنا اياها عرفت كيف وبعتقد انا الشعور اللي موجود بالفريق والهدف حاطينه كله رسمينه الجهاز الفني عارفين شو بده اللاعبين عارفين شو بده كل حاسس بالمسؤولية اليوم ما نفرط بأي نقطة وأي بعتقد اللاعبين لن يفرطوا بأي نقطة عراق بسبيل رفع راية النادي